سلام، يومكم سعيد إن شاء الله وموفق. والبداية راح تكون بهذه التورتة اللذيذة جدا، تورتة الملعقة. رانا رايحين نستعملوها باش ناخدو كامل المقادير تاعها. وصفة إكسبرس بنينة، مذاقات منسجمة. وإذا راكم حابين الوصفة ما بقى عليكم غير جوزوا عليا للمطبخ باش ندو التفاصيل معا إن شاء الله. أول مرحلة ناخد 5 حبات بيض مع 6 مغارف من السكر وندربهم حتى وين يبيضوا. نضيف عليهم 6 مغارف من الزيت، نفرغهم بالتدريج. ومن بعد نزيد 6 مغارف من الحليب، نفرغهم كذلك بالتدريج. ودوكا بعد ما ساجبت المقادير ناخذ صفاية ونجيب 6 مغارف من الفارينة، فيها 10 غرامات من الخمارة يعني كيس واحد، وقريصة تاع الملح، وعندي ملعقتين من الكاكاو. ناخذ ملعقة ونبدا ندخل هذا الخليط ديالي حتى وين ينسجم. وراني عندي امبيركس دهنته بالزبدة وغبرته كامل بالفارينة باش ما يلزقليش لوكاتو ديالي هدايا. نفرغ فيه هاد خليط الكيكة ونشعل الكوشة على 180 درجة، ندخلها في الرف الوسطاني ونقص الى 160 درجة ونخليها تاخد وقتها في الطياب 20 دقيقة تقريبا، ولكن بمجرد ما تشموا الريحة تفقدوها وتطفوا عليها إن شاء الله. على غنايا الكاتو ديالي راهو يطيب في الفرن، وانايا لازم نوجد ان سيغو. واش فيه هاد لو سيغو؟ فيه لهنايا عندي فنجان تاع القهوه كحله، اللي عنده قهوه سريعه الذوبان اكيد ياخذ 2 كيسان تاع الماء، وياخذ نص كاس تاع السكر، ويفرغ الملعقتين من القهوه سريعه الذوبان. واللي ما عندوش يدير كيما انايا، يدير 2 كيسان تاع الماء، يضيف لهم نص كاس تاع السكر، ويضيف لهم فنجان تاع قهوه تكون برك شويه ثقيله، يحطهم فوق النار، يحركهم بارد في بارد، ويخليهم يرفدوا غليه واحده فقط، ويطفي ويخلي هاد لو سيغو يبرد تماما. الكيكه ديالي طابت لي وجدت لي، خديت سكين وجي بيكي هنايا. ودوكا والملاحظه الاكثر من مهمه، ابدا ماشي غير نخرجوها من الكوشه ونديروا هذه العمليه، نخلوها واحد 5 دقائق حتى وين صديق تنقص الحراره تاعها. والسيغو ديالي كذلك راهو تيد، معناتها راهو دافئ فقط. ودوكا نفرغ السيغو هذا اللي وجدناه بذوق القهوه كامله الكميه، ونخليها تشرب كامل هذه الكميه المعتبره. راهي رايحه تتنفخ. والملاحظه الاكثر من مهمه انه نخلوها في الثلاجه واحد سويعه تبرد، ومن بعد نجوزوا لمرحله لاغاناش اللي حنحطوها من الفوق. الوغ باش نديروا لاغاناش ديالنا، ناخذوا 3 مغارف من الكريمه الطازجه، و مغرفة واحدة من الزبدة تكون صغيرة هكذايا فقط، نحطوها فوق النار حتى وين تسخن، بصح ما نخلوهاش تغلي. ومن بعد ناخذو 100 غرام من الشوكولاتة السوداء، اللي حبي يدير اي ذوق اخر كيما حب. ونطفو الفرن بعد ما تسخن الكريمة، ونخلو الشوكولاتة تذوب كيما يلزم الحال، ونعاودو نولو باش نفرغوها فوق الكيكة ديالنا. الكيكه ديالي وجدت لي، ودوكا ما بقى عليا غير نفرغ عليها الشوكولاته اللي حضرناها كيف كيف، ونخليها تبرد تمام.
لحقنا للنتيجة النهائية عن هذا اليوم. وش حشب النتيجة النهائية؟ كيكة بسيطة صنعنا منها شيء راقي جدا. شوفوا لي على بريزونطاسيون درت لها شوية الكاكاو دو كوتي. وش نحكي لكم؟ المذاق تاعها منسجم، قهوة مع كاكاو مع شوكولاتة. الأطفال ديالي يحبوها بزاف بزاف صدقوني. وصفة سريعة جدا. أنا استعملت لوبيترا كما تقدروا بكل سهولة تستعملوا أنساب فوي. وصفة ناجحة 100%، وصفة بنينة وتحمر الوجه. ننصحكم تجربوها في أقرب وقت لأنها خيار مثالي لهذا الفصل البارد. فيها شوية تعلي كالوري لازم، لأننا أولادنا راهم يقرأ وإحنا رانا نتعبوا معهم، على لازم أسناك يكون شوية تقيل باش نكوفريو الإحتياجات تاع الجسم تاعنا. الوصفة راهي عندكم وما بقى عليكم غير تجربوها وتقاسموها مع كامل حبابكم. قوا على خير.